حتى كان يقابل الناس صلى الله عليه وسلم فيسأله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قابل مثلا الحسين، في مرة رجل اسمه الحسين، فقال له النبي: كم تعبد من الآلهة يا حسين؟ يعني بدأ النبي هو اللي بيسأله عن الاعتقاد أو صحيح. الفكر، إن ديننا أصلا دين قراءة ودين فكر ودين عمل وعلم. فإحنا عايزين الواحد يسأل الأسئلة دي بس في نطاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم تعبد من الآلهة يا حسين؟ قال: سبعة، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طيب، فإذا ضاع المال فتدعو من في السبعة دول؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا مرضت فمن تدعو عشان يشفيك؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن تدعو لرغبتك ورهبتك؟ يعني في الحاجات العظيمة الصعبة، يعني المواقف المحرجة المضطر فيها. فقال: الذي في السماء. قال: يجيبك ويقضي حاجتك ويرد إليك مالك ويفعل بكذا ثم تشرك معه آخرين. هل ده منطق؟ لأن أنت أسلمت يا حسين لو علمنك كلمتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي معه واحدة واحدة في من تعبد، من الذي يقضي حاجتك، من الذي يغيثك، من الذي ينجيك. فقال: الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى. فقال: إذن هو ده المستحق للعبادة، الله سبحانه وتعالى. فبعد أن أسلم قال: علمني يا رسول الله الكلمتين أنت وعدتني، قلت لو أسلمت لأعلمنك كلمتين. وبرضو منها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن بغريزة أو الشيء اللي بيحبه الشخص اللي بيحاوره. يعني النبي عارف أن الحسين بيحب العلم، بيحب النصيحة، فبيقول له: والله لو أنت أسلمت أنا كمان هديك هدية يعني. كمان. فقال له: علمني بقى الكلمتين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني لأرشد أمري. يعني هو الصلاح، الاستقامة في الدنيا، أني ما ضلش. اللهم اهدني لأرشد أمري وقني شر نفسي. يعني شرور النفس أحيانا بتعمل الإنسان في الأسئلة الوجودية تخليه يضل. فالنبي اداله برضو دعوتين كده حلوين بحيث أنه يجعله على الصراط المستقيم لا يضل.